أول ما يجيلك كلمة كم لازم تفتكر القاعدة دي، استخرج كم وبين نوعها وتمييزها. كم الاستفهامية يا قبليها حرف جر أو بعدها مفرد منصوب، بعدها تمييز منصوب إلا لو في حرف جر. كم الخبرية لا قبليها حرف جر ولا بعدها مفرد منصوب، بعدها مضاف إليه. طيب القاعدة التانية، حول لكم الخبرية جر أو اجمع التمييز. لو قلنا كم تلميذا في المدرسة، دي ما فيش قبلها حرف جر ولا بعدها مفرد منصوب. طب أنا بقى يبقى بدل ما فيش بس بعدها مفرد منصوب، يبقى دي على طول كم استفهامي، في علامة من الاتنين. طب حولها زي الخبرية تجر تقول كم تلميذ في المدرسة، أو تقول تجمع التمييز كم تلاميذ في المدرسة. طيب كيف أحول لكم الاستفهامية؟ تجعله مفرد أو قبل حرف جر؟ يتجعله مفرد يتحط قبل كم حرف جر. خلاص؟ طيب نبدأ نطبق بقى على فين؟ على سؤال رقم 40 سنة 2021. كم أباطيلة كانت ثم بانت؟ عاوز إعراب أباطيل. أباطيل دي أول سؤال، هي كم الاستفهامية ولا خبرية؟ لو استفهامية يبقى أباطيل تمييز، لو خبرية بعدها مضاف إليه. طب الاستفهامية لها كلام علامة، علامتين، قبلها حرف جر، دي ما فيش قبلها حرف جر، كم أباطيل ما فيش بي. طب بعديها مفرد منصوب، لا مش مفرد منصوب، أباطيل ده جمع، يبقى كم دي على طول خبرية. ليه؟ لأن لا قبلها حرف جر ولا بعديها مفرد منصوب. طب إيه الحل؟ الحل دي مضاف إليه مجرور. مدام مجرور لازم أتأكد إن الفعل ده الاسم اللي مجرور ده مش ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف الوحيد اللي بيتجرب الفتحة، فلازم تتأكد ان ده ممنوع مش ممنوع من الصرف، لان لو ممنوع من الصرف هتتجرب الفتحة. طيب وغالبا بدام جات مجرورة هو هيجيب لك ممنوع من الصرف عشان تشوفك هتجرب الفتحة ولا بالكسرة. لو انت واقع جرها بالفتحة، الصرف الصحي ما ينفعش يتكسر، يتفتح لكن ما ينفعش يتكسر. طب أباطيل دي جمع وفيها حرف ألف وبعديها ثلاث حروف، يبقى زي إيه؟ زي مساجد مصابيح. مصابيح المساجد، مصابيح المساجد دي صيغة منتهى الجموع، جمع آخر ألف بعديه ثلاث حروف مصابيح، أو ألف بعديه حرفين اللي هي المساجد، فدي تبع زي مصابيح، يبقى ده ممنوع من الصرف. طب ممنوع من الصرف معرفة؟ لا مش معرفة، مفيش بعديها قال ولا بعديها قال، بدل ممنوعة من الصرف ونكرة يبقى مجرورة بالفتحة، يبقى اختار مجرورة بالفتحة. مش هاخد مجرورة بالكسرة ليه؟ لأن ممنوع من الصرف، وممنوع من الصرف مجرد، يبقى ما ينفعش، لازم يكون بالفتحة. الصرف الصحي بدل نكرة وممنوع من الصرف لازم يجرب بالفتحة. طيب ما ينفعش منصوب بالفتحة ليه؟ قلنا مش دي أصلا مجرورة، دي كامل خبرية، كامل خبرية ما يجيش بعديها منصوب، كم خبرية بعديها مضاف إليه مجرور، تمييزها مجرور بالإضافة. ما نقولش مرفوع بالضمة ليه؟ لأن جت بعد كم الخبرية. ده إجابة السؤال رقم 40.